هلا هون في عندنا مسألة من أوكاتا، مسألة رقم أو مثال 4 example. A 10 4، 10 يعني من الشابتر الرابع، من الشابتر العاشر. هاي بتفرجيني كيف احول لكنترولر بالكانونيكال فورم. لو عندي ستيت سبيس، الستيت سبيس موديل معطى في فورم مش في الكنترولر بالكانونيكال فورم، ايش السيميلاريتي ترانسفورميشن؟ هلا نذكر حالنا شو كانت السيميلاريتي ترانسفورميشن. راح نستعمل الرمز تي هلا، اكس دوت بتساوي اي اكس بلس بي يو، وعندي واي بتساوي سي اكس بلس دي. حتى اعمل سيميلاريتي ترانسفورميشن بعمل تشينج للستيت فيربز. الغلط اللي غلطناه شو عملنا؟ هلا بنحط x بتساوي t في z، فبعوض محل x الان t في z، فبصير عندي السيستم الجديد راح تصير t في z dot بتساوي a في t z. ولازم اضرب كمان مش هيك، لا فيش ضرب هون لانه هذه راح تصير عندي هون du، مش هيك؟ حتى اتخلص من t بايش بنضرب الان؟ t minus 1 t minus 1 t minus 1، مش هيك مزبوط؟ فبصير عندي السيستم الجديد وعبارة عن z dot بيساوي t minus 1 a في t z زائد t minus 1 في b u. فصارت عندي a الجديدة شو بتساوي؟ t minus 1 في a في t، و b الجديدة بتساوي t minus 1 في b. ولو رحنا على هاي محل x ايش بحط الآن؟ بنحط c t x زائد d u، فصارت عندي c new تي زد، فصارت سي نيو بتساوي تي سي في تي. هاي اسمها سيميلاريتي ترانسفورميشن. احنا حكينا تقبلنا انه من البدايه قلنا ستيت سبيس ريبرزنتيشن لموديل معين مش يونيك. ايش يعني مش يونيك؟ يعني في عدد كبير جدا من الفورمز ممكن احطها، كل ما غيرت ستيت فاريبلز بيطلع معي اي وبي وسي ودي مختلفه. السيستم نفسه من الخارج من الانبوت والاوتبوت نفسه، بس انا في الداخل غيرت ستيت فاريبلز. لما غيرت ستيت فاريبلز غيرت الماتريسيز A و B و C، دي ما راح تتغير عندي هون. هذا التغيير بعمله عن طريقه اني ادخل ترانسفورميشن n باي n ترانسفورميشن، مش هيك؟ مش لازم تكون T n باي n، لانه هذه n باي 1 وهذه n باي 1، T راح تكون n باي n. اذا بتفكر فيها بهاي الطريقه، هي عندي هون x، هي عندي T اللي هي ترانسفورميشن، وهي عندي هاي حطيناها مش هيك زد هون. فانا بقول اكس 1 بتساوي هدول مضروبين كلهم في، واكس 2 بتساوي هدول كلهم مضروبين في زد. فكانت كانها اكس 1 هي كومبينيشن اوف زد 1 زد 2 زد 3 زد 4، واكس 2 هي كومبينيشن مختلفه اوف زد 1 زد 2. ماشي واضح؟ فاهمين؟ فهاي عباره عن ترانسفورميشن. هذه لازم تكون ان باي ان ماتريكس. الان باي ان ماتريكس بتعمل ترانسفورميشن على السيستم فاريبلز لسيستم فاريبلز جديدة أو ستيت فاريبلز جديدة عن طريق الـ n by n. حولت الفاريبلز اختلفوا والايز اختلفوا. ايش هدفي اني اعمل هيك؟ بدي احول لكنترولبل كانونيكال فورم، او بدي احول لاوبزرفبل كانونيكال فورم، او بدي احول لدايجونال كانونيكال فورم. اوكي؟ ماشي واضح؟ واحنا اوريدي بنعرف الـ p اذا بدك تسميها دايجونال كانت تساوي 1 لامدا 1 لامدا 1 سكوير، مش هيك؟ وكانت عندي هون 1 لامدا 2 لامدا 2 سكوير، وواحد لامدا 3 لامدا 3 سكوير الى اخره، مش هيك؟ كانت اخذنا هذول الفيكتورز وحطيناها، وهاي بتحول لي للدياجونال كانونيكال فور، على شرط طبعا انه اقدر احول للدياجونال كانونيكال فور. اذا كان جوردن راح اخذ اول واحد، وين في ريبيتد بشتقه بالنسبه للامدا، وبصير عندي هاي الترانسفورميشن اللي موجوده. اذا شو الترانسفورميشن اللي بتحول لي للكنترولبل كانونيكال فورم؟ اذا بتحبوا بنسميها تي سب سي، يعني هي تي اللي بتحولها للكنترولبل كانونيكال فورم. هاي تساوي ام مضروبه في دبليو. ام بنعرف ايش ام؟ كنترولابيلتي ماتريكس، جاهزه هذه ما فيش فيها مشكله. دبليو، دبليو راح اسميها از ذا ماتريكس ذات ديبندز اون ذا كوفيشنتس of the characteristic polynomial. نعم، بدنا نطلع تي. اذا نيجي نقول هذا السيستم
مثلا هذا السيستم الاصلي اللي كان فيه A و B و C و D مش بالكنترولر بالكانونيكال فورم، بدي احوله بحيث انه يصير بالكنترولر بالكانونيكال فورم اللي هو النيو. فبسال ايش هي A و B و نيو تبعون الكنترول بالكانونيكال، كيف بدي احول لهم؟ في ترانسفورميشن اسمها T. ترانسفورميشن هاي راح نطلعها من هون، بس اطلعها صارت عندي هاي الماتريكس هي اللي بتعمل لي هذا الترانسفورميشن. حتى اطلع تي، تي مكونه من الكنترولابيلتي ماتريكس الموجوده هون مع دبليو. دبليو بتعتمد على الايز اللي هم A0، عندي AN-1 AN-2 لحد ما اوصل A1، وعندي هون AN. هلا بنشوف مين اللي باخذ من هدول، ما باخذهم كلهم. هلا هاي الماتريكس W بتساوي، خلينا نحط البولينوميال عشان نذكر حالنا. البولينوميال كان A0 S to the N زائد A1 S to the N minus 1 لحد ما اوصل AN minus AN minus 1 S to the 1 زائد AN S to the 0. مظبوط، مش هيك؟ ورح اتفقنا انه هذا خلاص، اعتبر انه هذا هو الفورمات من هون، وهذا عندي هون S to the N. فبدنا ناخذ هذول الفاريبلز اللي موجودين هون، و S to the 0 هي عبارة عن واحد مش هيك، وهذه هون S. هذا من وين بدي اجيبه؟ من A، من A الأصلي. بدي أرجع على A أطلع منها الهاي. طب والكنترول بيلت ماتريكس وين راح أجيبها؟ A و B. A و B. إذا M راح تيجي عندي من A و B، الكل كيف عارف يجيبها، و W راح تيجي عندي من A. اوكي، من A. فهي بطلعها عن طريق اني بحط هون S I minus A الديترمنت بيساوي 0، بيطلع معي البولينوميا. معاملات هذا البولينوميا هي اللي بطلع منها، بقدر اطلع منها W. W بتساوي A N minus 1. لاحظوا مين اهملنا، بدنا ب A N minus 1 راح نقول A N minus 2 لحد ما اوصل A 0. هون عندي راح تكون 1، وهون عندي A 1. A N minus 2 A N minus 3. مين اهملت هون؟ A N. راح تستغربوا ليش، بس احنا بنهمل ال A N. ليش ما بعرف، ما تسألوا الإثبات وين إثباتنا، بس احنا بنهمل AN، نبدأ من AN minus 1. هلا شو عم بعمل هون؟ بعمل شيفت. فالواحد هذا رح يروح هون، هذا رح يصير 0. الواحد هذا رح يروح هون، رح يصير هذا 0. وظل بكمل هون لحد ما يصير عندي في الآخر هون 1. هذا اللي هو الدبليو. إذا الآن طلعت الام، وطلعت الام سهلة من طلعها للكنترولابيلتي ماتريكس، بضربها في W اللي طلعناها من هون، فيها كل الكوفيشنتس إلا الأخير، وهذا أصلاً نحن مفترضينه واحد اللي هو كان اللي هو A0، فهو عم نحطه واحد أصلاً من هون. بحطهم وبس بصير أعملهم Shift، تطلع معي W. أضرب M بW شو أعطتني؟ TC. صارت معي TC، شو بقدر أحول الآن؟ بقدر أحول لكنترولبل كانونيكال فور بالترانسفورميشن الجديدة هاي اللي بعملها من هون. بدي أطلع T و T-1 وبضربهم، بتحول من شكل لشكل الثاني بدون ما إيش؟ ما اضطريت ايش اعمل هون، ما اضطريت ارجع للترانسفير فانكشن. انا كان ممكن احول هذا للترانسفير فانكشن وارد ابنيه من جديد كنترولبل كانونيكال فورم.